يا صاحبي بقرة شباب هذا النوري. هذا شريته كي كنت ميسون في الحبشة مولاي. أنا كي شفته قلت غادي يعجبك. بصح يا صاحبي راه عندك الذوق مولاي، كاش ما تحتاج حاجة جيب لك فلان بتشيكولا ولا في ذا الساعة ما نحتاج والو، تقدر تروح نوري. وشنو هذا؟ نوري وعليش كاع ما حبيتوش تفهموا اللي هذا يا بقرة السحري مش بقرة جمتاتي. اسمعني، أنا ما يقدر يشوفني غير أنت، فهمت؟ غير أنا نقدر نشوفك؟ إيه بصح فهمني، واش تستحق عندي؟ أنت تستحق عندي مش أنا. يلا أكتيفي ودير الأمنية متاعك، خلينا نروحوا. عييت إيه تاع مصباح السحري ألادا، وانتا الزربية اللي طير، وانتا الأمنية الثلاث. ما نطلقكش جيت في وقتك. شوف عندي ثلاث حاجات راني لهنا منهم ماذا بيا تريقليني فيهم. بريمير ما الديون، باسكو عندي بزاف اللي راهم يسالوا لي دراهم. الملوك هذو ما خاصة جاري هذاك دحمانيس سلكني باش ما نخلص حتى دورو. هذه الاولى. الزوجة راني حاب وليدي يدي الملك مورايا ماشي قبلي، هاك تعرف فهمت. والثالثة نسيبتي الرعافة، ماذا بيا ما زيتش تجيني كاع لهنا القصر. عاشور هادو كامل لازم جني جنراليست يطلع من مصباح مش من بقراش. انا جني زوالي والو، عندي بوفوار واحد. اوي حقق لك امنيه واحده. عندك بوفوار واحد بقى. تمام ماكش جني يعني فريمو جوي جنتا. انا زوالي. زوالي اوي ايه، واش هو البوفوار هذا اللي عندك؟ انا نقدر نرجع لك كاع الناس يهدروا لا فيريتي الحقيقه. هذه وينو عبك بلي انا تايا تسحقني اكثر من اللي يسحقك انا. ممكن حقرتونا. يا ذاك بنادم يا اخي جبيجني ما حقرتكش بصح حتى شويه يا صاحبي. بيرفكسيوني روحك. او اسمع شاف في القصر ما كان حتى واحد اللي راح يكذب عليا، كاع يقولوا الحقيقه. شكون اللي راح يقدر يكذب على عاشور العاشر؟ مسخرته ولا جاب لك ربي عاشور؟ ما كانش ما يكذبش. هما يكذبوا عليك وانت تكذب عليهم. كيفاش؟ انا نكذب؟ ايه تكذب عليهم وتفصتي وتخرط، هما تاني يكذبوا عليك. وانت زيد الملك ديالهم، يخافوا منك ويقولوا لك انت واش تحب تسمع. اما انا نقدر نرجعهم لك كاع يهدروا لا فيريتي الحقيقه. بصح نقول لك صح الجويجن، انا ما تخرجش عليا نقول لا فيريتي. واش بك؟ مصيبه. كل لا فيريتي تسمى لعب خبزتي. لا عاشور، انت اللي راح تدي هذا البوفوار، انت اللي تسمع كاع الناس وش يهدروا وتعرف رايهم فيك. يتدي هذا البوفوار يخليني طيب الفطور في البقراش. ذاك في غلط تقلق زعما كي بدينا نتفاهموا حبيت تزيكي في غرضك. في غرضك تحبت. شوف اني داكور، هذه شوف الشابه ترجعهم لي كامل يقولوا لا فيريتي. هي يقضي صلاح. واش ثاني؟ ديشارج سيني ديشارج. ماذا علاش سيني هذا؟ سير ديكلاراسيون على لي زامبو ديالي. تو مثالي ام سون بيتي هاد الايامات. اه ما ريسكيش. ام واخذينكم؟ اه واخذينها. ليغاليزيها؟ ليغاليزي. ها يا سيدي هكذا تروح مهني. مهني شوف، وكان تمس واحد فيهم عالجال لا فيريتي تخلص عليك حياتك كامله تهدر لا فيريتي الحقيقه. نسيت ليش؟ تسمى الولينا يا نهدر لا فيريتي؟ يا واختي الله يبعد البلا، ما تخافش حتى واحد من مسو منها. وتخلصونا ثاني؟ لا بخور دير البخور في كاع القصر، وغدوه راح يولوا يهدروا لا فيريتي الحقيقه. يعطيك الصحه جويجن. ما اسميش جويجن. واسمك؟ يعيطولي سيد لا فيريتي.
وين كنت وين؟ ها؟ دوك تبادل فيا مع الأستاذ تاعك ولا واش؟ ماشي نورمالمون اليوم تقرا ولا نسيت؟ شوف أنا اليوم ما نقراش حتى نشرب الحليب، هاو نوري قال لي ما كانش الحليب. نوري خلعتني يا ابن عمي والسحق. خلعتك؟ كيفاش هذا خلعتك؟ الطفل قال لك اعطيني الحليب وانت تقول له ما كانش الحليب، مانيش فاهم انا الحليب هذا تاع القصر وين راه يروح. وانا واش ندير لك يا مولاي؟ ولا ولدك ما شبعش؟ وما يخفاكش بلي الحليب راني نعاود له البيع في المارشي مولاي. الحليب تعاود له البيع في المارشي؟ كيفاش؟ كيفاش كيفاش؟ نحكم الحليب نعاود له البيع في المارشي باش نربح مصروف جيبي، هذا مكان. نوري! نعم مولاي. وكان نس واحد فيهم على جال لافيريتي تخلص عليك حياتك كامله تهدر لافيريتي. لا لا والو والو روح. ما تزيدش تعيط لهم بعد تقول لي والو والو مولاي، ها رانا كبار. ها اسمح لي مولاي، اسمح لي ندي مولاي لقمان يقرا، لازم نقريه مليح على خاطره فريمون حويله راه ضعيف بزاف. ضعيف؟ كيفاش يا اخي انت كنت تقول لي بلي وليدك تلميذ مجتهد عنده 20 على 20؟ 20 اش من 20 يا مولاي؟ على بالك بلي وليدك لقمان جامي يقرا مليح؟ انا في حياتي ملي بديت نقري لدرك اضعف تلميذ شفته هو وليدك لقمان. لقمان صح واش راني نسمع؟ نورمال. وانا كنت حاسبك يا وليدي تقرا، كنت حنشيل لك عوده بيض، دوكا ما كان لا عوده بيض لا عوده فيولي، فهمت؟ وتقرا بالسيف عليك. تروح دوك تسنى الشيخ تاعك في الديوان دوك يجيك. ايا نقص. لو كان نديرو كاش تاكتيك جديده، ندوبليو له لا دوس تاع ليكور هكذا يولي يفهم السيف عليه، واش قلت؟ دوبلي له ليكور باش تخلصني برك مولاي، على خاطر امبوسيبل ينجح. انا نقول لك يا مولاي على بالك باللي البهامه اللي عنده راهي حاجه وراثيه ما تقدرش تروح له. على بها مش بغيتها تزيد تحط رجليها هنا في هذا القصر تاعي. عندك الحق، لازم تحاوزيها عبلة خطاش هي اللي قاعده تجيب فيها هنا. كيش ندير العبلة تضل لاصقه في باباها؟ اللي قد نلقى حل باش نزوجها ونتهنى منها ونتهنى من يماها تاني. شكون هذه تاني اللي تهني منها ومن يماها؟ شو على سلامتك جيت؟ لا لا ما جيتش. مالك كيش فوت نهارك؟ واش من نهار؟ نهارك حل قطرع يا لطيف. عنده الحق هذاك اللي قال لك الحقيقه مره. واش راكي ذنبك تكومبليتي وتو يمك؟ لا كالعاده كنا نقصروا انا وماما، كنا نقطعوا في مرتك الاولى ماريا، هذا ما كان. تخليكم هي تبان قارصه، تروح دير ماسك دو بوتي تاعها. هيا تبعيها. وقال العافيه. العافيه العافيه. كان والو؟ كان والو العافيه. انت ذوك المرا يرحم بابك يا اخي راهي بعيد عليك، لا راكي تقطعي فيها. هذيك راهي بعيد، كل ما تلقى اوكازيون تجي لهنا للقصر. راني نشوف فيها راهي تدور فيك بزاف، في بالي باغي ترجع بلاصتها وتولي معاك. على حساب واش راني ننتبه، وعلى حساب هدرتك وقيله راكي تغيري عليا يا رازا. بيان سور نغير عليك شوشو، نبغيك تقعد غير ليا وحدي. هاي الهضره أقول لك حاجة راسا، غير انتي اللي نقعد معك حتى تقريب الموت. ثم نقعد سلطانة كاع حياتي. ثم راكي معايا على جال البوست تاعي تاع سلطان. شو راني معك على جال زينك في بالك؟ هادي حاجة باينة. هاي الهضرة اللي تحبط المورال. اغسل انت اغسل اغسل. واش تحب نقول لك يا مولاي؟ الحالة ما تعجبش، بصح نقول لك بلي تعجب هكذا باش تريح نفسك. باش تحب نبدا؟ نبدا بالداخلية ولا بالخارجية؟ ابدا بوش حبيت، أنا ماذا بيا نعرف سر المملكة وش راه يمشي فيها. الداخلية ما كانش 10% تاع السكان راهي تخدم، والحالة راح تزداد، لو كان زيد تزيد راح تطرطق. بصح نقول لك راني متحكم في القضية وكل شيء راه هادي. سبا ما كاش اللي راهو يخدم، عرفتها. واش نقول واش نخلي؟ الشوماج راهو يزداد، السكنان ما كاش،
الشبان ما عندهمش مستقبل، ما كاش حاجه تعجب. وذوكا كيفاش؟ ماذا بيا تقول لي كيف راني نخمم باش نصيبوا حل هذه المشاكل؟ وعلاش انت كاش نهار خممت؟ وكي تخممت عميها اصلا ما كملتش. مثال الامور الخارجيه، الملك دحمانوس بعث لنا برية قال بلي راهو جاي باش يهدرنا على الزيت اللي رانا نبعتوها له، والزيت اللي رانا نبعتوها له ما عجبتوش، وطالب منا نردوا له الدين ماشي بالزيت، بالدراهم. بالدراهم بالدراهم جور هذا يا اخي، كان يدي في الزيت لاباس عليه، علاه بدل رايو على الزيت؟ على خاطر الزيت تاعنا مدغوله، وكيفاش حاب نسدوا الدين؟ الزيت مدغوله تسمى كنت تكذب عليا يا قنديلة. يعطيك الصحة. الله يسلمك يا مولاي. بون اللي صرا صرا. درك الحل كيفاه؟ دحمانوس كي يجي واش رانا رايحين نقولوا له؟ هاي وراه المشكل. واش نقولوا له الزيت تاعنا مليحة؟ اسمع ما نقولوا له والو، باسكو على بالك لو كان يسمع بها باللي الزيت مدغولة راهو يجي يعطينا بالجيش تاعو بالسيوف يطيرنا كامل راسنا. لا لا راح يجينا بالزرنا. هذه هي الحقيقة يا مولاي. اسمح لي يا مولاي انا راسي بدا يوجعني. ها اي هذه هي الحقيقة. الله يعاونك يا مولاي. حقيقة وين راح نصيب دوك انا البقراش في الخربه هذه؟ هذيك وزيره اللي ندخلها مره فز معني هاربي. وين يا البقراش يا البقراش يا البقراش يا البقراش؟ وين راك يا البقراش؟ وين راح نصيب دوك انا يا ربي؟ وين راح نصيب دوك انا؟ هاك هنايا المصيبه. هاي سعيد سعيد. آه فهمت، تحب تتشلفط. سهل دوك نشلفطك. ليه حاك نزيد لك نغرقك. صافا هكذا دوك تجي سعيد. نسن نسن نروحوا ليك للطابلة. نسحقك يا حبيبي نسحقك. اخرج سعيد. سعيد غسله شوف غسله شوية. يا سعيد يا سعيد سلكني سلكني ان شاء الله ربي يعطيك بقراج كبير كبير على هذا يعطيك بقراج افساك. اخرج يا حبيبي اخرج. جيت عاشور شحال صامت قلتك عيط لي مرة برك ما خرجتلكش خلاص ليش جاو سحقني؟ الحقيقة ماشي باش نصبط عليك بصح سحقيتك الله غالب، باسكو انت اللي رديتهم لي يقولوا لا فيريتي، على بالك راك بسيتني بهاد لا فيريتي وتزيد تهدر. انت اللي حبيت يردهم يقولوا الصح وانا طبقت برك. سي فري انا اللي دومونديت باش نقول لك الصح. ما كنتش عارف باللي لا فيريتي واعره لهذا الدرجه. يا صاحبي انا ما قدرتلهاش نقول لك الصح. ولاو يقولوا لي كلش في وجهي ما يقدرونيش يكرهوني عم غريب يضربوني على بالك. والمصيبه الكبيره دحمانوس الى جا صدم علينا وقالوا له الحقيقه راح تتزق عليا تفوتها. انت وعلاش راك خايف من دحمانوس؟ كاش ما درت كي راك خايف فيقلك؟ في الحقيقه دحمانوس هو يسال لي الدراهم وانا ما قدرتش نرد له الدراهم غير بالزيت. هذا المره درتها قد راسي طبعت له كونتينر تاع الزيت مدغول. انت تاني عاشور تدخل الزيت ديريكت راك عميتها. على بالي عميتها ماشي حقا ليا بصح الله غالب الله غالب بصح دوكا ماشي جاي دير لي لا مورال. دوكا البروبليم ذا براسك. شوف كيف تعاود ديزاكتيفيهم ردهم يكذبوا كيما كانوا. ديزاكتيفيهم يرحم ولدك عاشور. ارواح اكتيفي ديزاكتيفي راهي خدمه كبيره. او موا يحب لك سمانه باش تركلامي.
سمعنا بعد سمعنا وانا عايش في لابيريتي مهبول حبيت انا تقطع فيا النفس ما كاش كيف قبل فيهاش اسمحني عاشور لازم نرجع البكراج المصباح العشارة ويطيب سيد سيد ما تخلينيش شحال تسغوت اسمع اغسل واسكت راني نغسل بصح مولاي رجليك على بالي على بالي يري حكي الياسمين والوردو قلتها لي شحال من مره حاشا الياسمين تقول راني نغسل في قط ميت وتيجي كاني نغسلهم لك عيني راهم يدمعوا تقول راني نخدم في نيكليا يا اخي خلاص هيا روح ما نغسل شيء حتى انا ثاني كنت رايح استرجل معايا ما تخافها مالك مولاي هذا وين تجي؟ أكره طار بزاف على بالك كنت في مؤتمر عند هارون الرشيد حبوا يصوتيوه مزياف ريتالو هارون الرشيد بس على حسب التاريخ عنده وقيلة أكثر من 300 سنة من اللي مات خسر عليك مولاي تمن التاريخ ولا تمني أنا؟ أول أملك التعب راني لهنا تعرفش ما تراني لهنا ما قدرتش انا نعيش معيشه هذه تاع المره هذه تاع الصح ما قدرتش شوف هذه معيشه هذه يرحم باباك شكفى راني وخلي انا باش نقول لك توحشت الكذب لازم تذبر راسك تعاود تردهم لي كيما كان ما تقوليش الجنت البقراج هو يا وليدي بصح انت كيفاش عرفت باللي الجنت على البقراج ما تمسخش مولاي راه داير حالة المملكة اللي يدخلها يهردها لا والله وين يخرج يعيطوا لي باش نسلكهم هكذا مولاي جبت لك الفلون ديالك تاع الشيكولا بصح مشيت ترعد كي العادة على بالي نسيت باش نقول لك مولاي واش هاد السيمانة ما نقدرش نخدم وعلاش غير الخير لا ما كان والو غادي نديرو حمريت شويه من كرشي برك هكذا باش تعطيني السيمانه مالادي مولاي يدير روحو مريض من كرشو سيخونه راك تسمع انا مملوك انت مرض تاع الصح نهار وما تديهش ما تقلقش روحك مولاي دار وكنشوفك على سبه واحده اخرى سهل الحل شد كيف راني عايش هكذا راني نشوف اللي كاينه خدمه الحاله راهي صعيبه يا الكذباوي انا على هذيك اللي جبتك سمعت عليك الهضره مع عند ناس كبار وهضروا لي فيك غير الخير الحق قالوا لي باللي هذاك الكذباوي اكبر كذاب في الوقت اللي رانا فيه وهذا شرف كبير ليا يعني باش استدعيتك تجيني مولاي هذا شرف كبير ليا ما يسمونيش الصادق الكذباوي لو كان ما نرجعلكش القصر يعم بالبهجه الكذب والفستي حتى الصحه يديرها حاله لن توكسيكاسيون تاع لافيديتي اوه خدمه كبيره نسمي لها ميساجور تاع الكتب